السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تقدر تعمل شات جي بي تي خاص بيك. دلوقتي في مجموعة من الشباب عملوا حاجة منافسة لشات جي بي تي واتدرب بشكل قوي، ودلوقتي أصبح أوبن سورس، مفتوح المصدر. تقدر إن أنت تحمله، تقدر إن أنت تخصصه، ممكن تخليه مثلا متخصص في كتب الهندسة، في كتب الطب، في كتب الفلك مثلا، بحيث إن يديك نتيجة متخصصة في المجال دوت. او تسيبه عام زي شات جي بي تي يتكلم في كل اللي انت عايزه. هما يعني بذلوا جهد كبير جدا في موضوع التدريب بتاعه، واتدرب على جمل كتيرة، وده ان هو يرد عليك، وتقدر تحمل الملفات نفسها عندك، تقدر تعمل دبليكيت او تعمل تحطها على السيرفر بتاعك، مفيش اي مشكلة خالص. فدي حاجة ممتازة جدا، ان خلاص محدش يقدر يقفل اوبن اي اي او يقفل شات جي بي تي، لان خلاص في بدائل كتيره اوبن سورس موجوده دلوقتي. الناس كتيره بدات تاخد الملفات ديت وتحطها على الموقع بتاعها وتبدا تشتغل بيها، بحيث ان الموقع بتاعها هيبقى فيه مثلا استشارات هندسيه، استشارات قانونيه وهكذا.